لكم التحية في كل مكان، ما زلنا معكم ظلال أصيلكم. الحوار في الثقافة مستمر، ودور الثقافة في الفترة المقبلة أو الفترة الجاية مشاركتها، الترويج لها، التركيز مع الثقافة بطريقة أو بأخرى. مبررات كثيرة جدا تخلي الثقافة هي المفترض تكون العلم الفقري لكل ما هو جاي، باعتبار أنه البلد دي بتنوع ده، مفترض الثقافة تكون حاضرة يعني بطريقة أو بأخرى. أنا سعيد جدا بأنه أواصل في نفس التراك ونفس الحوار فيما يخص الثقافة بالتحديد، وأنا سعيد جدا بأنه استضيف الدكتور أسعد عبد الرحمن عوض الله. هو دكتور، أي هو دفعة طبعا، لكن ما كلمة دكتور يخلوها بالضبط. عنده إسهاماته الكثيرة جدا في الفترة اللي فاتت، أنا سعيد جدا بأنه نواصل في نفس التراك بتاع الحوار. وانت الامين العام للمجلس القومي للتراث الثقافي وترقيه اللغات القوميه، صحيح؟ نعم. مرحبا بك. مرحبا بك، مساء الخير عليك. مساء النور استاذ محمد، وبرحب باسره البرنامج، ويعني ان شاء الله نقدم ما يفيد يعني المشاهدين ان شاء الله، وبرحب بالمشاهدين يعني في كل مكان يعني. تمام، مجرد ما نقول كلمه تراث شنو يعني؟ فزو الطوالب بتبادر لذهن. نعم. في كم مفهوم كده؟ طبعا يعني اي زول قلت له تراث بيتبادر لذهنه الاشياء القديمه يعني. يعني سبحه جدي وعن قريب حبوبتي وكذا يعني. ده في اذهان الناس عموما يعني، لكن طبعا التراث هو معنى اكبر من ذلك. طيب. ومر يمكن بتطورات كثيره جدا يعني، هو كعلم يعني اذا اخذناه. صحيح. لكن طبعا يعني احنا دائما بنقصد اللي هو ممكن نقول الثقافه الشعبيه او الثقافه التقليديه. بتميز اي مجموعه من الناس يعني في اي مكان. طيب. وبتنتقل يعني عبر الاجيال يعني عبر الزمان، وبتكون يعني هي موروثه. ليه المحافظه على التراث رايك؟ ليه الكل حريص انه يحافظ على التراث؟ والله طبعا التراث لانه بيمثل الهويه يعني اول حاجه. وبعدين مربوط بحياه الناس. وعنده اهميه كبيره جدا يعني. اول حاجه هو في المقام الاول بيوثق للتاريخ الشفاهي يعني بالنسبه للمجموعات. طيب. ومربوط بحياه الناس يعني الحياه الاقتصاديه والاجتماعيه ومناسبات احتفالات الفنون الادائيه. حتى الفنون الحرفيه التقليديه. طيب التراث هو الفولكلور؟ يعني هو طبعا الفولكلور ده مصطلح اجنبي. يمكن ظهر منذ النصف الاول من القرن 19 في 1846، وكمصطلح سكاو عالم انجليزي اللي هو ويليام جون تومز. صحيح. واصلا كان في الوقت ذاك الناس بيهتموا بالاثار يعني ما يخلفه الانسان من الماضي في ذلك الوقت، وكان بيركزوا برضه على الاثار الشعبيه. لكن انتبهوا لانه في تراث روحي يعني مربوط بالجانب المادي يعني. نعم. فاصطلح فولكلور يعني هو طبعا كان في مصطلح كان يمكن يكون يعني ثقيل في اللسان يعني هو بيسموه بوبولار انتيكويتيز، لكن طبعا هو قال الفولكلور هي طبعا كلمه مكونه من شقين. طيب. فوق بتعني اللي هي الجماعه او الناس او القوم او ممكن نقول الـ يعني مجموعه بشكل عام، واللور هي بتعني المعارف يعني الحكمه الموروثه. لكن لو دارنا ترجمها يعني هي الناس دائما يعني بترجمها لحكمه الشعب او معارف الناس، لكن طبعا كمصطلح ما يقابله في اللغه العربيه اللي هو التراث الشعبي. يعني فولكلور. طيب. فهي طبعا يعني كلمه قديمه جدا، لكن طبعا ظهر بعد ذاك كعلم يعني الفولكلور ذات في ذلك الوقت بيدرس ويدرس في جامعات وكذا، لكن هو ذاته كعلم يتطور ومر بمراحل كثيره جدا يعني. الناس يمكن على مستوى الدول العربيه استخدموا مصطلحات كثيره جدا، منها المأسورات الشعبيه، الثقافه الشعبيه، الثقافه التقليديه بما فيها التراث الشعبي يعني. لكن هسه اخيرا طبعا برضه بقى في مصطلح عالمي ومربوط باتفاقيه عالميه يعني اطلقتها اليونسكو في العام 2003. بالضبط. وهي طبعا هي برضه من 1972 كانت مهتمه بالتراث المادي اللي هو التراث بيسموه التراث الثقافي والطبيعي. اللي هي المباني التاريخيه والمباني الاثريه. عشان المفهوم. نعم. التراث المادي اللي هو التراث الطبيعي يعني. من اهرامات ل نعم. لفخار لكده. لكن انتبهوا لانه في تراث ما اللي هو ما مادي اللي هو الفولكلور يعني او التراث الشعبي ده هو مربوط
بالجانب المادي اصطلحوا عليه والتراث الثقافي غير المادي عشان يفرقوا بينه وبين ما هو مادي يعني. اللغة يعني بيشمل طبعا بما في ذلك اللغات والتقاليد الشفهية وأشكال التعبير يعني طبعا بتشمل عناصر كثيرة جدا. يعني الفترة الأخيرة يا ده بدأ الاهتمام بالتراث ده بشكل عالمي يعني. هو بشكل يعني عالمي طبعا عشان عشان السوشيال ميديا مثلا نعم. عشان الناس بقت كلها نعم. قاعدة في اندرويد صح يا ده بدأ الانتباه لأنه في تراث نعم. للمنطقة الفلانية ويزول بقى يروج لتراثه نعم. بطريقة أو بأخرى صحيح طبعا هو لأنه يعني أصبح مهدد يعني نتيجة لعوامل كثيرة جدا منها العولمة منها الهجرات بتاعت الناس الحروب النزاعات يعني كل الأسباب بتؤدي لهجرات الناس يعني من بيئات لمناطق أخرى طبعا ده بيأثر في التراث ما في شك يعني تأثير كبير جدا بيمكن يؤدي إلى زوال هذا التراث يعني لكن الناس انتبهت يعني لأنه هو مهم ويمثل هوية الناس الناس انتبهت لأهمية هذا التراث ويجب أنه نحييه يعني حتى لو اندثر المفروض أيوة. الناس تفكر في إحيائه وبعد ذلك في تدابير كثيرة جدا الناس ممكن يستخدموها يعني في إحيائه. وين السودان من القصة دي؟ طبعا السودان هو مهتم فترة طويلة من قبل الثورة يعني وبعد الثورة يعني. السودان مهتم بالتراث منذ العام 1964 نحن بنسمع بأنه فخار السرق عادي من الشمالية بنسمع بأنه في يعني ما أعرف يسموه شنو اصطلاحا في منطقة البجرابية مثلا نعم يعني الاهرامات دي ماشية لنا بسبب الرياح صحيح وكده يعني وين نحن وين السودان طبعا الاهتمام قلت لك بدأ بزمن مبكر جدا يعني إذا كان في الآثار منذ مصلحة الآثار يعني هي ممكن أنشأت منذ 1904 الاهتمام بدأ بالآثار يعني طيب ويتطور يعني لحد الآن يعني الآن هنالك الهيئة القومية للآثار والمتاحف أما في جانب التراث يعني برضو الاهتمام بدأ منذ 74 طيب وإنشاء وحدة أبحاث السودان اللي هي كانت بتتبع لكلية الآداب في جامعة خرطوم وإنشاء أستاذنا بروفيسور يوسف فضل حسن يعني أنا بحييه يعني هنا وربنا يمتعه بالصحة والعافية فأنشأ هذه الوحدة هي كانت معنية بالتراث بشقين يعني المادي وغير المادي في ذلك الوقت وكان يعني اللي هي منها صدرت سلسلة دراسات التراث السوداني وإلى الآن يمكن صدرت منها 45 إصدارة والوحدة اتطورت لمعهد الدراسات الإفريقية والآسيوية كان في 1972 كافية 45 دراسة دي؟ يعني هي طبعا ما كافية احنا بنقول 7000 سنة بنقول 6000 سنة عشرات القبائل يعني في السودان ولكن طبعا المزايا دي مربوطة بالمؤسسية يعني ويمكن يكون في مجهودات لباحثين افراد حتى بينتموا للمجموعات لكن ما يمكن تكون في دراسات ما لقيت حظها طبعا من النشر ناس نعم. كتار جدا الغايمة طبعا تطول يعني وفي مجهودات كبيرة جدا يعني وزي ما قلت لك يعني 1972 أنشئ معهد دراسات الأفريقية والآسيوية وكان فيه قسم للفولكلور يعني في ذلك الوقت بهذا المسمى ما زال هو يخرج طلاب يعني متخصصين في مجال الفولكلور في على المستويات الدبلوم والماجستير والدكتوراه هو بيتبع لمعهد بيتبع لكلية الدراسات العليا في جامعة خرطوم. طيب نيجي لمهام المجلس القومي للتراث ذاته. المجلس القومي طبعا هو يعني انشئ بموجب التوقيع السودان على اتفاقيه تصون التراث يعني طبعا دي اتفاقيه عالميه والعالم كله اعترف بها وموقعين عليها سي اكثر من 176 دوله بما فيها السودان يعني لكن طبعا الاتفاقيه هي ملزمه للدول ان يكون في جهات او هيئات معنيه باداره التراث يعني طيب لكن طبعا اصلا كان في جهه اصلا كانت قائمه منذ العام 2008 اللي هي تحت اشراف وزير الثقافه والاعلام اللي هي مركز تطوير وترقية اللغات لكن أضيف لها التراث يعني في 2016 يعني وأصبح المجلس القومي للتراث الثقافي وترقية اللغات القومية طيب فطبعا العلاقة بين التراث واللغات على لصيغة يعني طبعا واللغة هي وعاء للتراث نعم غير مادي نعم التراث غير مادي والجزء كبير جدا يعني من مجالات التراث اللي هو التقاليد الشفهيه واشكال التعبير للادب الشعبي احنا بنقول عليها تشمل كل الفنون القوليه او انت حاسس بانه الدوله مهتمه بالقصه دي؟ هو طبعا بعد انشاء المجلس اصبح هنالك اهتمام لان هي اتفاقيه زي ما قلت لك ملزمه للدول وفي تدابير يعني كثيره جدا يعني في يمكن من 2018
إلى الآن 2023 يعني إحنا بدأنا كمان بأنه نبني قدرات كل القطاعات اللي بتعمل في مجال الثقافة والتراث يعني. طيب. ودي كانت حاجة مهمة جدا. أول حاجة إحنا نعرفهم بالاتفاقية نفسها وآليات تطبيق هذه الاتفاقية. فتم إنجاز مشروع بناء قدرات في مجال صون التراث اللي هو الغرض منه تعزيز قدرات يعني العاملين في مجال التراث بصون التراث. طيب. وآليات تطبيق الاتفاقية يعني. فتنفس هذا المشروع على مدار 3 أعوام وخرجنا منه بمخرجات مهمة جدا يعني هي يعني في افتكر في 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 الطريق الصحيح يعني لأن احنا نصون التراث في السودان تكونت فرق يعني على مستوى الولايات لجمع وتوثيق التراث وأيضا الآن في قرار يتعمم لكل أمانة الولايات لقطاعات الثقافة بإنشاء وحدات يعني معنية بإدارة التراث لتنسيق عمل المجلس في الولايات ووضعنا يعني سياسات لحصر التراث وبموجبها تم إنشاء موقع إلكتروني الآن وبدأنا يعني في إنشاء قائمة حصر وطنية في السودان لو كم الكلام التراث يعني هو الكلام ده من 2018 يعني 18 يعني لو أيوة. 3-4 سنوات نعم أنا طوال بيجي في ذهني مثلا أستراليا مثلا نعم كمركز تنوع أساسي معروف التنوع في أستراليا نعم. والعالم كله كان مهموم جدا بالسكان الاصليين في استراليا نعم. الوقت ذاك فاستراليا قامت انشات وزاره اسمها وزاره اداره التنوع ايوه في اصوات هي قديمه ما جديده بتتكلم عن الترميز التضليلي ايوه اللي هو والله احنا مهتمين بجبال النوبه والله احنا مهتمين بالحلفاويين نعم هو ترميز تضليلي لاجهزه الاعلام لكن فعليا نعم ما في على ارض الواقع في كلام زي ده نعم. هو أجهزة الإعلام أنت بتجيب لك فرقة ما تعبر عن نعم. حلفة تعبر عن جبال النوبة تعبر عن منو وترميز تضليلي في أدواتنا الإعلامية كان سوشيال نعم. ميديا ولا كان تلفزيونات نعم. وتجيف الوزارة على كده رأيك نعم. شو أنت في الكلام؟ لا طبعا إحنا السودان لأننا فيه تنوع هائل جدا يعني وتنوعنا في تقديري يعني ده شيء إيجابي يعني إحنا المفروض ننظر له نظرة إيجابية يعني نحترم الترميز التضليلي ده يعني هو طبعا في ناس يعني يمكن يعني يتحمسوا يعني من قبيلة ما كده تلبس ليك في أيوة نعم. قناة ما هو طبعا ده احنا ده بنقول عليه هو تراث لكن تراث مزيف يعني ليه لانه انت بتختلعه من جذور يعني الله يفتح عليك من بيته يا سلام وبيكون في صياغة مصطنع يعني صحيح يعني طبعا بيهمنا انه تراث يمارس في بيته الطبيعية يا سلام ويمارسوا اهله ذاته ويعتزوا به وهم زادهم في المقام الأول صحيح. وهم اللي بيقوموا بعملية التوثيق له يعني يعني ناس إحنا واحدة من خططنا إنه إحنا نبني قدرات المجتمعات المحلية في إنها هي أول حاجة تكون واعية بأهمية هذا التراث يا سلام وعشان تحافظ على هذا التراث وتنقله للأجيال يعني ده من جانب ومن جانب إنه بنشوف منظمات المجتمع المدني الباحثين بينتموا للمجموعات الشباب اللي عندهم اهتمامات حتى المبدعين للتراث نفسهم اللي بيمارسوا التراث ده اللي احنا بنبني قدراتهم يعني في المجتمعات وبنملكهم المناهج يعني الادوات اللي ممكن تعينهم في توثيق هذا التراث يعني انت حاسس انه الاهتمام بالحاجه دي ممكن يساهم في قضايا السلام قضايا التوقيعات قضايا انه البلد دي تعبر شويه اذا تم الاهتمام بالشكل المناسب نعم لانه انا طوال السؤال المباشر يعني هو وين الثقافات صحيح. اي توقيع يحصل بين البلد ولا جوه البلد يعني صحيح والله شوف يعني احنا التنوع ده احنا طبعا بنعتبر انه يعني كمختصين في مجال هذا التراث انه يجب اي مجموعه تمارس تراثها بحريه في بيئتها يعني تكون مربوط ببيئتها يعني فنحن دائما يعني بنكون متوترين جدا ومتوجسين لما تدخل السياسه يعني في يعني احنا بنعتقد انه السياسه بتفسد دائما يعني الجانب التراثي فاحنا دارين يعني تجربه بمعنى صح تجربه يعني نعم بمدرات يعني ايوه بتحدث مثل هذه الاشياء وممكن يكون في توظيف سياسي احيانا وده طبعا عنده جوانب سلبيه كثيره جدا يعني يعني اول حاجه ممكن هي ذاتها تخلق نزاع تخلق يعني صراع بين الثقافات بين المجموعات وطبعا الحاجه دي عواقبها ما محموده يعني لانه ممكن
تؤدي لهجرات، هي ذات الهجرات دي ممكن تؤدي لزوال هذا التراث يعني مع الوقت يعني تنقرض يعني. ايوه عشان كده يعني انا في تقديري انه الناس تفصل يعني اول حاجه، ولكن ممكن الناس يوظف هذا التراث توظيف واعي في انه يحقق ومفيد السلام يعني في قروش ذاته يعني ذاته بيني وبينه فيه قروش بالضبط فيه اذا روجنا له بالشكل جزء كبير من هذا التراث فيه دخل طبعا يعني اذا اخذنا مثلا مجالات الفنون الحرفيه التقليديه مثلا طبعا دي منتجات بينتجوها افراد من تمويل المجتمعات في مناطق ايوه مواد محليه وبينتجوا ادوات في ذاته بتعود بالنفع لهم عائد وبتؤدي وظيفه في المجتمع يعني مثل هذه الاشياء الان الناس بيجوا يعني يحاولوا يستثمروا فيها يعني يعني ممكن يكون ينشئوا مراكز لتدريب هؤلاء المنتجين و يعني يبنوا قدراتهم ويحسنوا انتاجهم ويسوقوا لهذا الانتاج داخل البلد وخارج البلد، بالتالي يعني ده بيعود بالنفع يعني للمنتجين وللمجموعات المحليه وللبلد يعني بشكل عام وللاقتصاد وللدخل يعني كبيره يعني احنا على الاقل في الفخار ده نعم 8000 سنه لا اكيد يعني هو طبعا عناصر كثيره جدا صحيح قوائم طويله جدا وممكن انت تصنفها حسب يعني الماده الخام. طيب المجهودات اللي قايم بها لسه الان والنتائج من 2018 لحد هسه يعني احنا نسي اهم حاجه انه طمي وضع استراتيجيه لصون واداره وتطوير التراث الثقافي في السودان. والاستراتيجيه طبعا مكونه من اربع مجالات مهمه جدا يعني احنا الان بنضع في نظام لاداره هذا التراث يعني بالتنسيق بين المركز والولايات دي اهم حاجه. الشيء الثاني انه نحصر هذا التراث يعني يعني بمشاركة مختلف أهل التراث يعني مجموعات أو المجتمعات المحلية. الحاجة الثالثة إنه ندعم حملة التراث يعني بيهمنا إنه الناس اللي بيبدعوا التراث ومارسوا التراث لا بد من الاهتمام بهم عشان يحافظوا على هذا التراث ونقول للأجيال يعني في الاستراتيجية إنه نوظف التراث في التنمية المستدامة مثلا أو في إنه يحقق سلام مجتمعي حتى يكون في استقرار طبعا بالضروره ويعود بالنبع يعني لاهل التراث وكذا. صحيح. الحاجه الرابعه اللي هي الترويج لهذا التراث. طبعا وسائل الاعلام هنا بتلعب دور كبير جدا يعني. وده سؤالي الجاي كان انت استاذ محمود الاعلام المقصره وهو والله ما بنقول تقصير لكن تنسيق مثلا هي افتكر دائره تنسيق يعني احنا كجهه معنيه بالتراث المفروض احنا نجيكم لحد عندكم يا استاذ محمد نقعد معاكم ونوريكم احنا بنعمل ايه بالمناسبه والمهم يعني نملككم كل البيانات المتعلقه بالتراث وباهميه هذا التراث وفي انه كيف الناس يستفيدوا منه يعني في برامج وفي افلام وثائقيه وفي جوانب كثيره جدا الناس ممكن يعيدوا انتاج هذا التراث في برامج اذاعيه وتلفزيونيه بالتعاون ما بين المجلس وما بين القنوات مثلا بالضبط كده وفي مستويات ثانيه كثيره جدا يعني عنده اهميه في السياحه في المتاحف يعني احنا المفروض نبرز هذا التراث نجري دراسات وبحوث حوله تنتج في كتاب يعني يعني يعود لكن في دكتور يعني الكلام ده كان عاوز قروش كثيره طبعا ما في شك يعني يعني مثلا دائره يعني بتخيل مثلا اذا تمت مشاركه يعني ذكيه ما بين قناه الشروق والمجلس انه يا اخي احنا منحوم السودان ده يعني لكن الكلام ده عاوز قروش كثيره والله يا اخي هو المزال ممكن تكون تنسيقي يعني اذا اصلا بتمشي لبرامج في الولايات مثلا ما في حاجه بتمنع انه يكون معكم باحث في مجال التراث مثلا نطلع بكاميراتنا يعني وبكاميراتكم بالضبط هو ذاته ممكن يكون مرشد بالنسبه لكم ويطلع فند معين بدل يمشي يشتري له سلاح يعني المزال يعني. تكون فيها تكامل كده بتاع جهود يعني زي ما بيقولوا نضرب عصفورين بحجر يعني واحد يا ريت يعني. فنتمنى انه والله الناس يعني انا بناشد والله كل الجهات الاعلاميه طب في انه نروي لهذا التراث يعني احنا دي المرحله اللي احنا محتاجين فيها انه لانه اول حاجه نوعي باهميه هذا التراث صحيح ونوري تراث المجموعات لبعضها البعض يعني صحيح ونخلق نوع من التفاعل يا سلام وفي انه الناس تتعرف على ثقافه الاخرين صحيح وده بيساعد في انه الناس تحترم ثقافه الاخر صحيح. يعني وده بيساعد يعني في انه الناس يخلقوا سلام مجتمع يعني ان شاء الله صحيح عموما نحن جاهزين والله ان شاء الله ان شاء الله لحوار لاي شراكه ذكيه ما بينكم كمجلس اعلى ان شاء الله وبيننا كقناه يعني نعم اي حلقات حتتوالى ان شاء الله وتتوالى لقدام انا ما عارف انا زماني بقلب كيف نعم المخرج ما كلمني لكن شكله عندنا لحن يا شاكر مرحبا
تحية في كل مكان. دكتور سعد عبد الرحمن عبد الله، أنا سعيد جدا بالحوار معك، لكن لا بد من توصيات من المجلس. توصيات نحصرها ممكن في 5 توصيات بالنسبة للمجلس، بالنسبة للسودانيين بشكل عام، بالنسبة للقنوات الفضائية، السوشيال ميديا. مهم عندك فرصة 5 توصيات. أول حاجة بالنسبة للمجلس، إحنا طبعا عيبي بالنسبة لنا أصبح كبير، يعني
طيب. ولأن تراث يعني تراث من نقول تراث السودان حاجة ما سهلة يعني. صحيح. عندنا عشرات المجموعات يعني. كل مجموعة عندها تراث بيميزها عن المجموعات الأخرى. صحيح. وإحنا طبعاً بتواجهنا صعوبات يعني يمكن الآن يمكن يكون في عدم استقرار في مناطق كثيرة جداً لأنه الناس تحصر هذا التراث يعني. فأنا أتمنى إنه يعني يكون في استقرار يعم وفي سلام يعني مجتمع يعم كل السودان حتى إنه كل يعني مجموعة تعيش في بيئتها وتبدع تراثها وتمارس هذا التراث. شنو توصياتك لكل القنوات والإذاعات يعني كل القنوات والإذاعات يعني الإعلام بشكل عام وطبعا عنده دور زي ما قلت لك في الترويج. احنا نتمنى انه كل القنوات يعني كل الجهات الإعلامية انه ينتجوا برامج يعني يكون فيها توظيف للتراث يعني حتى انه يعرفوا المجموعات بتراث بعضها البعض ويخلقوا نوع من التفاعل ده جانب. بالنسبة لقطاع الثقافة بالولايات يعني انا برضو يعني بناشد كل العاملين والمسؤولين يعني من قطاع الثقافة بكل الولايات انه ينشئوا وحدات تكون معنية بإدارة التراث حتى انه احنا نقدر ننسق عملنا مع الولايات ويعني يعملوا حصر لكل ولاية تعمل حصر لتراثها. نعم. والحصر ذاته يتم بمشاركة الجماعات المجموعات ومنظمات المجتمع المدني والباحثين والمهتمين في الولايات لأنه طبعا الحصر طبعا احنا ما نقول حصر لازم يكون في تحديد لهذا التراث وفي تعريف بهذا التراث يعني دي مرحلة الهم من ده ان احنا نجري دراسات وبحوث عشان يسجل بعد ده نعم. عشان ونعيد نحاول يعني نكمل قائمه حصر التراث الوطنيه في السودان يعني من الحاجه اللي احنا بدينا فيها شغل كبير لكن وطبعا داير اضافه جهود داير نفس يعني طويل. مع كل القطاعات العامله في صحيح. مجال الثقافه والتراث نكمل هذه القائمه ونعيد ملفات لتسجيلها في قوائم اليونسكو يعني طبعا اليونسكو عندها ثلاث قوائم اللي هي القائمه التمثيليه للتراث الثقافي غير المادي للإنسانية وهنالك قائمة للصون العاجل لأن مرات في عناصر ممكن تكون مهددة صحيح وأيضا في قائمة للممارسات الجيدة يعني بعد ما يتم تسجيل هذه العناصر برضو الدولة يجب أن يعني تتبع تدابير لصون هذا التراث وبقاء وإحياء هذا التراث يعني فبقت في ممارسات يعني جيدة هي طبعا دي كلها بتكون متاحة لكل العالم حتى الناس تستفيد من خبرات وتجارب بعضها البعض يعني فبجانب ان احنا نروج لهذا التراث وايضا يعني الاهتمام برضو بحمله التراث يعني يعني ديل لانه ديل الناس اللي بيدعوا التراث احنا ديل بيهمونا جدا في انه يعني يمارسوا هذا يبدعوا هذا التراث ويمارسوا التراث وبرضو في استراتيجيتنا ان احنا يعني بنوصي انه يعني دارنا ننسق مع وزارات التربيه وزارة التربية والتعليم والتعليم يعني بشكل عام بكل مراحله في انه احنا جزء من استراتيجيتنا انه ندرج التراث في مناهج التعليم لانه بننقله صحيح للاجيال وده بيساعد يعني طبعا في الصون التراث يعني انا اكتفي يعني بهذه التوصيات تسلم انه تجد يعني حظها من الاهتمام يعني وان شاء الله تتم تحقيق يعني احنا جاهزين كقناه ان شاء الله جاهزين وانا بشكل شخصي ان شاء الله جاهز جدا في موضوع الترويج لكل ما يخص المكونات الثقافيه الف شكر يعني على المبادره دي يعني تسلم تسلم يا رب نوازغين طبعا يا استاذ محمد وبنعرف عنك كثير يعني عندك اهتمام تسلم بالتراث من خلال برامجكم وبالثقافه يعني عموما يعني تسلم ان شاء الله ندعم مع بعض ما في ان شاء الله والله دكتور اسعد عبد الرحمن عوض الله امين العام للمجلس القومي للتراث الثقافي وترقيه اللغات القوميه انا شاكر لك جدا شكرا جزيلا حضورك معنا حنتلاقى ثاني أكيد. ان شاء الله يعني دي بدايه خطوه زي ما نقول خطوات يعني ان شاء الله يا رب تسلم الله يديك العافيه مشاهدين في كل مكان دي كان حلقتنا وده كل ما تاحولين الزمن من ظلال اصيل اليوم بكره ثاني حكون معكم يوم الثلاث في ظلال اصيل جديده كونوا بعافيه وخلوا بالكم من روحكم وتقبلوا تحيات كل الفريق العامل السلام عليكم.